مرحبا، اليوم بدي اعمل انا وياكم طريقه تحضير حلو جدا سهله وسريعه بخمس دقائق فقط. عنا كيك هولي بقيوا عندي من الكيك اللي زينته سابقا، وكمان عندي دبل كريم 300 ميلي، كوب حليب، ملعتين طعام نشا، ملعتين طعام سكر، وكريمه. الكريمه راح احط لكم الرابط للائله. لنبلش الطريقه مع بعض. بسم الله. بنعمل الكيك منيح، فرفتهم بهيدا الشكل. بمد الكيك بالصينية، بضغط عليهم اكيد بهيدا الشكل. هلا بحطهم على جنب. بنبلش بالطبقة الثانية، الحليب. نشا. السكر. بحركن تحريك مستمر على الغاز ليشتدوا. بس اشتدوا بهيدا الشكل هلا بحط فوقن الدبل كريم. بسم الله. كمان بحرك تحريك مستمر. بصروا بهيدي السماكي هلا بحطهم على الكيك اللي بالصينية. بسم الله. بحطهم على جنب ليبردوا بحرارة الغرفة وبرجع بحطهم بالبراد. هيدي الحلو بعد ما بردت بحرارة الغرفة رجعت حطيتها بالبراد حوالي ساعة. عندي كريمة كانت بالبراد جامدة رح دوبها شوي. بس دوبت الكريمة بهيدا الشكل، رح حط لكم رابط الكريمة مع الفيديو. هلا بحطهم على الوجه. مدون كمان نفس المستوى بهيدا الشكل. هلا صارت جاهزة للتقديم. لنشوف مع بعض كيف طلعت. بسم الله. طلع شوي كريمة. هيدا الشكل النهائي. تحلى الفريز بخمس دقايق بس. عنا دبل كريم، فينا نستعمل اي نوع كريمة، بسكوت، ملعقة طعام، سكر بودرة، فريز مقطع بهيدا الشكل، وكوب صغير حليب. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله. بحط الدبل كريم، سكر، بخفقهم مع بعض. انتهينا من الخفق، بحطهم على جنب. بغطي البسكوت بالحليب وبصفهم بالصينية. بحط دبل كريم على البسكوت، بقسم الكمية تقريبا. بهيدا الشكل هلا بمدن على البسكوتات. طريقة جدا سهلة وسريعة وما بتاخد وقت بالتحضير وطيبة كتير.
هلا بصف فريز كمان على الوجه بهيدا الشكل. بس حطيت الفريز بهيدا الشكل كمان برجع بحط طبقة من البسكوت هيدا الشكل. كمان بحط الدبل كريم الباقي. بس مدينا الكريمة نفس المستوى، هلأ كمان بحط فريز على الوجه. هيدي حلو الفريز اللي عملتها انا وياكم، هلا بحطها بالبرد اقل شي ساعة وبرجع بشوفكم. هيدي الحلو اللي عملناها مع بعض بعد ما حطيتها بالبرد ساعة لنشوف كيف طلعت. بسم الله. هيدا الشكل النهائي. هيدي حلو الفريز اللي عملتها انا وياكم. بتمنى يلي بيحضر الفيديو يبعت تعليق اذا عجبته الطريقة ام لا، وان شاء الله بشوفكم بالفيديو الجاي. باي باي.